عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور مدارس راشد واللطيفة، أهلا ومرحبا بكم. أنا علي عيسى درويش، طالب في الصف 11 في مدرسة ستارة دولية بالطوار، والتي التحقت بها منذ 12 عاما واعتبرها بيتي الثاني. مديرتنا ممدولي تحترم وتقدر بلدنا الحبيبة الإمارة العربية المتحدة، وهي تعيش هنا منذ نحو 40 عاما. هنا في ستار تعلمت الكثير من القيم والتي ساهمت في تكوين شخصيتي وعززت إنسانيتي. الاحترام مهم جدا في مدرستنا، نحترم مدرسينا ونقدرهم وهم يعملون بكل الاحترام. أيضا أستاذ كايل رئيس القسم الثانوي صارم للغاية، ولكنه أيضا عادل جدا في نفس الوقت، فهو يعمل بجد ويحرص أن نحقق جميع نتائج إيجابية هذا العام. وعلى الرغم من تفشي وباء كورونا المستجد، أتمنى أن أحقق نتائج جيدة في شهادتي الثانوية GCSE. والآن زميلتي عفرة ستتحدث إليكم جميعا. السلام عليكم. And greetings to all my parents of Russian and Latifa schools and to all my teachers. My name is Afra Faisal Ahli. I'm very proud to be part of Star International School. أنا عفرة أدرس في الصف السابع. أحب مدرستي وأشعر فيها بالأمان، حيث لا تنمر ولا تميز بين الطلاب. نتعلم ما يدور ويجري حولنا في العالم وكذلك ما يحدث في دبي بالأخص، كما نستمتع بالكثير من الأنشطة والفعاليات. تتبع مدرستنا المنهاج البريطاني وجميع مدرسين بريطانيا. سعود في القسم الثانوي، والأستاذ كايل هو رئيس القسم الثانوي. أختي ميرا في المرحلة الابتدائية، أما أختي الصغيرة عليا فهي في مرحلة رياضة الأطفال، والأستاذة كلير هي مسؤولة المرحلتين الابتدائية وكذلك رياضة الأطفال، وهي لطيفة للغاية. يحب الجميع مديرة المدرسة ممدولي، هي تخبرنا دائما أن نبتسم وتحرص على أن نكون دائما سعداء. نتعلم الكثير من المواد الدراسية في المدرسة وكذلك نهتم بالقراءة. أنا أهتم بدراستي لأنني أطمح أن أكون قائدة في حكومة الشيخ محمد بن راشد، أعز الله وحفظه.